أسوة بكل دساتير العالم إننا ننتخب بكامل الديمقراطية. هذا هو بلدنا الذي يسير وفق أسس ديمقراطية سليمة 100%. إنه الشعب الذي يعطي بدون كلل أو ملل. الآن تجري عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في بلدة الهبيط. المواطنين يقومون بالاستفتاء بكل حرية وديمقراطية. نعم أخي المواطن. نعم. ساهموا في إعلاء كلمة الحق بنسبة 99.9%. إنكم نعم. أحرار. هذه هي النسبة المعتادة في سوريا. نعم. استفتاء نعم. من فئة الست ساعات. لا تنسى أخي المواطن نعم. أنك لقاء نعم. لقاء هذا الصوت ستحصل شهريا على 330 غرام رز. لا فرق إن كان قصير أو طويل. تفضل أخي المواطن. 330 غرام رز شهريا. طبعا هذا إنجاز عظيم. Come on!